في ناس كتبوا لي على الخاص، ناس أمنا أصدقاء وأولاد المسيح، قالوا لي فعلا احنا فهمنا ان المكتوب عنهم تائهين في البراري او نوح او أخنوخ او يوحنا عدان انقادوا بروح الله، لكن في ناس محتاجين. قلت لهم ده اكيد، وفي فئات كتير والكتاب اتكلم على كده، قال ما اجمل اقدام المبشرين، في ناس محتاجين مبشرين. والدليل انه بعد تلاميذه وقال لهم اذهبوا للعالم اجمع وبشروا علموهم جميع ما اوصيتكم به. ففي ناس اتعلموا من الله على طول، وفي ناس اللي اتعلموا او احتاج لمعلم او مرشد او حد شاف واختبر زي الانبا انطونيوس وانبا مقار. فكل واحد يسال نفسه، يعني ده في المخدع، ده كل واحد يقول لربنا هل انت يا رب محتاجني؟ انا انقاد منك مباشرة ولا من حد تاني؟ وطبعا لازم يعرف انه حتى لو حد تاني زي يوحنا المعمدان او بولس الرسول دي فترة، ولو بولس الرسول او يوحنا المعمدان حقيقي كان ليهم تلاميذ، ورانا ربنا في الكتاب المقدس عند فترة معينة ارسلهم الى يسوع، يعني بعتهم كمان للمسيح، لان هي مراحل. فكرة ان حد ما بيعلمش المراحل ده مش عذر. فالضمان أنا بقول اللي أنا اتعلمته في 25 سنة، مش شهر أو شهرين أو ثلاثة. الضمان أن كل واحد يطلب من إلهه بصدق، يركع لإلهه بصدق، يقول له أنت عايزني يا رب أعيش اللي مكتوب سيصير الجميع متعلمين من الله، أو زي ما قلت من أرمية 31 لا يعلم أحد أخاه، وعدتها في عبرانيين 8:10 لا يعلم أحد أخاه، هو ده العهد اللي انت عايزني فيه، ولا عايزني مرحلة معينة أروح لحد زي الأنبا انطونيوس أو بولس الرسول؟ أكد لي. لازم كل إنسان يعرف أن الله أبوه الحقيقي، هو هيمشي بناء على إيه؟ أصلا هيعيش الحياة الروحية بناء على إيه؟ أن في إله يخافه زي الشياطين يرتعبون، هو عايز إله يخافوا كده زي الشيطان، زي علاقة الشيطان بالله، الشياطين يقشعرون من الله. هل هو عايز علاقته علاقة خوفه اقشعرار ولا رعدة ولا حقيقي حب مع خوف ومع سجود؟ ده لا ينفي ده. فكل واحد يشوف هو عايز يكون أبوه، خلاص ده بديهي جدا، إذن يطلب من أبوه. هو الضمان إن أي شخص حس إنه محتاج في البداية يتعلم، في البداية الضمان يشوف حد يطلب من الله يديله حكمة، يشوف حد صورة للمسيح مش صورة لطفل أو صبي أو شخص مبتدئ. المسيح بعد كم سنة مكتوب عنه كان يقتاد بالروح، هل 5 سنين؟ هل 10؟ هل 20؟ هل 30؟ تقريبا 30، يعني دي فترة كبيرة جدا. أنا بتكلم على اللي المسيح علمهوني، ما كانش ينفع أسجل إلا بعد سنين طويلة مت علشان المسيح هو اللي يتكلم. ده الضمان. هي الفكرة إيه؟ مين اللي يتكلم؟ مين اللي يعلم؟ المسيح ولا إنسان؟ تهت عن ناس كتير، فأنا بس بلق الضوء. مين اللي مفروض يكون معلم؟ معلم وكلامه يكون روح وحياة مشبع ومن سماوي. ما ينفعش إنسان يقول أنا كلامي، أو ما ينفعش، هو كلمة الله بس. طيب إمتى يكون إنسان؟ لما يقول كلام يبقى كلمة الله، لما يموت. وإمتى إنسان يموت ويفنى؟ وده الضمان، نعيد على الكلمة دي 100 مرة، ده الضمان إن اللي هنسمعه روح وحياة، أو كلام الله الروح، إن الشخص مات وفنى فترة طويلة. فأي إنسان زي الأنبا انطونيوس لما قالوا له كفانا النظر إليك، هو ما كانش الأنبا انطونيوس. أي إنسان راح للأنبا مقار أو أي قديس زي بولس الرسول، هو في الوقت ده لما قال أحيا لا أنا، بعد 15 16 18 سنة بدأ، هو ما كانش هو. عدد
عمليا لازم يكون سنين طويلة يكون اتولد وكبر في المسيح والشخص نفسه فنى، لألا نسمع للشخص نفسه لسه في بواقي للشخص نفسه فنتأثر من نفس أو جسد أو ذات الشخص نفسه. لما شاهد ربنا عن يوحنا عدن كان ليه كم سنة ماشي في الطريق، وإيه النوعية الجاد والعمق اللي كان عايشها؟ لما شاهد ربنا عن يوحنا عدن كان ليه كم سنة ماشي في الطريق، وإيه النوعية الجاد والعمق اللي كان عايشها؟ ما هي في مراحل، كان في زوجة بتعمل له المحشي وبعدين بتعمل له الشاي وتدلك له رجليه وعايش بكل. طب يبقى إذن المخرجات، ما في معطيات ومخرجات لو كلمنا حسب المقاييس البشرية والهندسة والجغرافيا والمعايير بتاعة البشر، في معطيات وفي مخرجات. هيبقى المخرجات هو لسه بالجسد مش ميت ومش عايش كما في السماء. فلما ربنا ورى ناس معلمين زي يوحنا عدن كان بعد سنين طويلة مرحلة علشان يبقى معلم، ربنا ورانا أنه كان مرحلة بعد مراحل طويلة قوي. الحالة اللي كان فيها يوحنا المعمدان اللي ربنا شهد له بعد مرحلة سنين 30 سنة كان بينمو في القامة والحكمة زي ما ورانا المسيح اللي هو رمز للمعلم، اللي هو النموذج للمعلم. بعد سنين طويلة وضع نفسه وهروب ونوم في العراء وسنين طويلة علشان في الوقت ده، أهم جزئية في الموضوع إن السنين دي نضمن إن الشخص مات والمسيح ما هو هي نفس الموضوع. كل ما بيوضع نفسه يفنى المسيح بيكبر، فطول الفترة دي معناها فنى الإنسان، فالضمان المسيح كبر وهو اللي بيتكلم. فبعد سنين طويلة سيد المسيح 30 سنة ما كانش ليه أي ناس ندرسه، بعد سنين طويلة ورانا أن الروح بتنمو علشان يكون معلم. بعد سنين طويلة نمى ونضج عند حد معين، فيبقى الكلام روح وحياة من الله مش من إنسان. ما نضمنش أن في تأثير بشري أو ذات، يكون لسه مبتدأ الطفل فهيعلمني الطفل اللي هو ممكن يكون 5% في المسيح أو 3% والباقي جسد. صورة المسيح اللي هو صورة الإنسان، صورة بولس الرسول يوحنا عدن، هو في شبع روحي، حيث عايش شبع روحي زي ما واحد في السماء. ما فيش في السماء عيلة وشاي وأطفال، دي مرحلة بداية. ما ينفعش واحد هو بالجسد يعلم الملكوت، ما ينفعش واحد بالجسد عايش يعلم حياة الملكوت. هيعلمني إيه؟ هينقل لي إيه؟ لما جه ملاك يجي للعذراء أو لزكريا بينقل لي إيه؟ بشارة من مين؟ من الوسط ومن الحياة ومن الدنيا اللي هو جاي منها، جاي يعلم الشيء اللي هو من إلهه اللي هو موجود في حضرته. فيبقى كلام مضمون أنه جاي من الله اللي هو موجود في الوسط بتاعه وفي حضرته، وهو من طبيعته الروحية في المكان بتاعه. ما ينفعش واحد وهو بالجسد يعلم الملكوت، ما ينفعش واحد بالجسد عايش يعلم حياة الملكوت. هيعلمني إيه؟ هينقل لي إيه؟ لما جه ملاك يجي للعذراء أو لزكريا بينقل لي إيه؟ بشارة من مين؟ من الوسط ومن الحياة ومن الدنيا اللي هو جاي منها، جاي يعلم الشيء اللي هو من إلهه اللي هو موجود في حضرته. فيبقى كلام مضمون أنه جاي من الله اللي هو موجود في الوسط بتاعه وفي حضرته، وهو من طبيعته الروحية في المكان بتاعه. ما ينفعش واحد هو بالجسد يعلم الملكوت، ما ينفعش واحد بالجسد عايش يعلم حياة الملكوت. هيعلمني إيه؟ هينقل لي إيه؟ لما جه ملاك يجي للعذراء أو لزكريا بينقل لي إيه؟ بشارة من مين؟ من الوسط ومن الحياة ومن الدنيا اللي هو جاي منها،
جاي يعلم الشيء اللي هو من إلهه اللي هو موجود في حضرته، فيبقى كلام مضمون أنه جاي من الله اللي هو موجود في الوسط بتاعه وفي حضرته، وهو من طبيعته الروحية في المكان بتاعه. صحيح كما في السماء هي صورة نهائية، بس ما ينفعش لو واحد نفسه يتعلمها، لازم يتعلمها من حد عايشها حتى نسبيا. أنبا مقار كان معلم لناس كتير وأنبا طولز، لكن بعد سنين 20-30-40 سنة كان لسه ربنا هيوري لهم كمان أعماق وأعماق وأبعاد، بس برضو كانوا في الوقت ده معلمين. ليه؟ كان في صورة نسبية للحق، روح الحق اللي فيهم، كان المسيح موجود فيهم بنسبة، بس كان فعلا ماتوا بنسبة كبيرة قوي، والذات ماتت، فيبقى ضمان إن اللي هيقوله ده من الله مش من ذاته. لكن غير كده ما ينفعش إنسان نقول عليه معلم، لأنه طفل ولسه طفل، طالما هو طفل طفل بيتصرف، بس كان فعلا ماتوا بنسبة كبيرة قوي، والذات ماتت، فيبقى ضمان إن اللي هيقوله ده من الله مش من ذاته. لكن غير كده ما ينفعش إنسان نقول عليه معلم، لأنه طفل ولسه طفل، طالما هو طفل طفل بيتصرف. صورة بعيدة كل البعد عن صورة المسيح المكتمل، فإزاي هيعلم إنجيل وهو في بداية حياته هو طفل؟ هيعلم اللي هو اللي بدأ الحياة اللي بدأها، فإزاي هيعلم إنجيل وهو في بداية حياته هو طفل؟ هيعلم اللي هو اللي بدأ الحياة اللي بدأها. وممكن تكون الحياة اللي بدأها برضو نسبة الفناء اللي فيها، اللي هي معتمدة على وضع النفس وحياة البرية، وفي ورانا ربنا صورة اللي في كما في السماء، اللي هي وراها لنا هو بيقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. فما يقدرش يعلم حد السماء، لو أنا عايز أتعلم السماء والكمال ما ينفعش حد هيعلمه إلا لو هو مات الجزء اللي هو الضمان، الجزء اللي هو ممكن يؤثر جسديا وملأ الإنسان بنسبة، حتى لو مش كبيرة زي الأنبا بطرس، يعني مش كاملة بس بنسبة كبيرة، أشتم ريحة المسيح بالنسبة اللي هي وصل لها زي الأنبا بطرس والأنبا مقار. ورانا ربنا الصور دي لما بيقول ليس أحد ترك بيتنا أو إخوة أو أخوات أو إمرأة، ورانا صورة تلاميذ. مش مهم الواحد يبتدئ إزاي، بس هو ورانا عشان أنا أتعلم كمال، أو أنا ناس كتير نفسها توصل لصورة المسيح صورة الكمال، لازم يكون حد فيه نسبة كبيرة من صورة الكمال، نسبة كبيرة من صورة الروح، نسبة كبيرة من التعليم اللي المسيح قاله وعاشه ونقله للتلاميذ. ليس أحد ترك، لازم يكون ترك بيته وأخوه وأخوات أو امرأة بنسبة كبيرة، دليل إن الشخص ده شبع سماوي، دليل إنه صار روحاني، دليل إنه هو متشبه بالمسيح بنسبة ما، بس دليل وبرهان إنه هو تشبه بصورة المعلم، صورة المعلم اللي وراها لنا في واحد زي بولس الرسول اللي ما كانش متزوج وما كانش في العالم وكان يهان ويضرب ويلكم، ونقل لينا الصورة دي في كورنثوس الأولى أصحاح 4 كورنثوس الثانية، ورهنا ليس لنا إقامة بس بعد فترة نما ونضج فيها، زي ما ورانا يسوع الإنسان نما فترة طويلة. الفترة دي مهمة جدا، كان دايما ربنا أقول له حاجات مش قادر عليها، يقول لي محتاجة وقت يا ابني، محتاجة وقت، مش حاجة اسمها شهر ولا شهرين ولا سنة، لا يا ابني ده بناء أبدي، ده بناء أبدي، أنا وريتك نوح 100 سنة، ده بناء أبدي يا ابني، ما يجيش البناء الأبدي أنت عايزني توجد فيا كده على طول، أنا كامل يا ابني وقدوس، عايز تبقى كده هم، ده بعد فناء عشرات السنين، ضمان إن ما فيش حاجة فيك من العالم. فورانا ربنا صورة نهائية في يوحنا المعمدان اللي مدحه، ماذا خرجتم لتنظروا؟ إنسان لابسا ثياب النعمة أو ما؟ فلازم بعد فترة طويلة،
بعد الفترة الطويلة دي، زي واحدة زي القديسة إيلاريا قعدت 7 أو 10 سنين موت وترك وفناء، لو رجعت لبيت أبوها هي بقت خليقة جديدة، ضمان إن هي تركت فعلا سنين طويلة. وجودها في القصر بعد كده 3 أشهر ولا 6 أشهر، في الفترة دي هي ماتت. وجود إنسان أو رجوع، المهم تركت، لأن في ناس قالوا طب ما هو إيلاريا ما راحتش بعت القصر بتاعه، والمسيح بيقول بيع كل مال، وفي ناس قالوا لي أنا طب ما هو يمكن أنت كان عندك حاجة. هو البيع هو الترك وموت كامل، وهو لم يعد هو اللي عايش في المكان ده، هو لم يعد ماكسيموس ديمديوس ما راحوش وانشغلوا وباعوا، هو لم يعد موجود، بل بالعكس لغاية آخر يوم في حياتهم كان قدامهم الاختيار ومستمرين رافضين، لأنه إثبات وبرهان قاطع إنه بقيوا هما مش هما وفي شبع كامل، فهو لم يعد محتاج. والبرهان اللي سابوه، طب سابوه ليه؟ وسنين طويلة، مش شهر ولا شهرين، لا ده عدوا كمان 10 سنين. يعني واحد يسيب حاجته وماله وبيته وعيلته، ده معناها إنه مات ثم مات ودخل في أعماق موت. برهان بتعدي سنة، وكل ما تعدي سنة تانية، وكل ما تعدي سنة تالتة، برهان إنه خلاص بقي خليقة جديدة، والفيصل قيادة روح الله ليه بعد كده. لكن كمان يوضع نفسه، ده برهان قاطع إنه حصل على غنى وشبع وينفع يبقى معلم، ودي النقطة الأساسية. حتى لو ما تكلمش ماكسيموس ديمديوس ولا إيلاريا، ينفعوا يتكلموا لأنه عاشوا وسنين طويلة زي معلمهم وفاديهم. فما ينفعش إنسان يعلم أو يبقى قدوة علشان هو عاش موقف، هي حياة. وما ينفعش هو بالجسد، ما ينفعش بالجسد يعني واقف مكانه. احنا بنلقي الضوء عشان في ناس مش عارفة، ممكن يبقى واقف مكانه، خطأ أول خطوة وقف فيها، طالما بالجسد لا، ال- 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 النمو شروطه إن البذرة مدفونة، ميتة وجدانيا، مش ميتة وبس عن ملوخية أو كده، لأ وجدانيا ترك. ما كانش ربنا يقول ليس أحد ترك بيتا إلا ويكون لي تلميذا، إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أبا وأمه، يعني يترك ويبغض، وبرضه فترة طويلة إثبات إن هو بينمو، زي البذرة تبقى مدفونة وميتة وسنين طويلة. فضيعت نفسها، ودي صورة المسيح اللي هو مش من العالم. واحد مش من العالم، المعايير بتاعت العالم، عيلة وأهل وشبع وجداني وشبع نفسي وشبع جسدي وشبع لا، وهو معيار إنه واحد عاش في السماء، وفي السماء فيش الكلام ده. اللي بس للناس اللي بتسأل طب إزاي أضمن إن اللي قدامي معلم، إنه صورة المسيح؟ طب صورة المسيح إيه؟ مش من العالم وسنين طويلة، ففي شروط ما انتبهش ليها ناس كتير، اللي هو معتقد صورة المسيح، أو اللي عايز يعرف اللي قدامه ده معلم صورة المسيح ولا لا، يعرف من محبته، والمحبة لا تحتد ولا تطلب مال نفسها ولا تقبح ولا ولا ولا. فعلشان واحد يعلم لازم يبقى صورة المسيح، والمسيح كان الصورة اللي هو يعني مصطبغ بيها قوية واضحة وضوح الشمس، إنه ميت عن العالم. برهان إن الشخص ده مسيح تاني، مسيح يعني معلم، ميت عن إنه ميت عن العالم، وبالتالي ميت عن الجسد. لازم الاتنين، ما الاتنين متلازمين مع بعض، ميت بالجسد مش عايش بالجسد وفي شبع جسدي ووجداني ووي لا، وميت عن العالم وسنين طويلة عشان ينمو برهان نما في الروح المسيح. دي براهين، ده اللي عايز يبقى صورة المسيح. أنا بتكلم على الفئة اللي هي بتقول في فترة معينة نسمع لحد، أيوة بس يكون معلم. وفي فئة تانية حست وقررت واقتنعت أنها تنقاد من روح الله، أنا ما سمعتش حد بل وما حدش قال لي حاجة، بل أني رحت الناس قديسين زي أبونا فانوس، قعدت معاه يوم ما قاليش آية، بكل صدق وبكل أمانة آية. أبونا أبراهام الصموئيلي بشوفه ليه أجنحة، قامته الروحية عالية جدا، سنين طويلة كنت بروح له، آية واحدة أمام الله ما قالها لي. كل اللي قاله لي لما بقول له إيه اللي بيحصل ده، قال لي حروب والحرب للرب.
حتى ما قالهاليش الحرب للرب، قال لي الحرب بتاعت ربنا كمان، يعني حتى ما قاليش جزئية من آية أمام الله هتحسب يوم القيامة، حتى ما قاليش جزء من آية، قال لي دي الحرب وبتاعت ربنا، قال لي هو اللي هيعلمك، ومن البداية للآخر هو قال لي هو اللي هيعلمك، وما تنتظرش من حد يبقى أبونا أو معلم، قال لي كده بالحرف الواحد. في ناس ربنا شاف إن هي زي أخنوخ وإيليا وزي نوح وزي اللي مكتوب عنهم تائهين في البلاء وزي ماكسيموس وديمنديوس، ولا شاف إن هو يكون إن هم يبقوا مسيح تاني لا يعلم أحد أخاه، منطبق عليه الآية بتاعت العهد القديم، وهو شاف الأفضل يوم أو حد تاني بعد فترة معينة يبقى يسمع لحد بس يعرف الشروط. لازم يكون الشخص ميت يعني حتى يبقى فيه رائحة المسيح، يبقى ميت وسنين طويلة نما فيه قامة عالية للمسيح، ولو بنسبة زي الأنبا مارو زي الأنبا أنطونيوس اللي لسه بعد سنين طويلة وبقي الشيوخ لسه محتاجين يتعلموا من امرأتين متزوجتين، أو أنبا أنطونيوس لسه محتاج يتعلم من إسكافي أو طبيب كمان، بس بعد فترة فعلا كان في حق روح الحق اللي فيهم إنما نسبة معينة بس بعد ما ماتوا سنين طويلة. سيصير الجميع متعلمين من الله، وهم كانوا متعلمين من الله فالمسيح كبر فيهم شوية، لكن أنا مش عارف اللي قدامي ده نام ولا لأ، ده أمر فيه خطورة رهيبة زي ما ورانا من بداية الكهنوت خطورة التركيز في هارون، إن أنا عايز حاجة فأقول هارون قال لي، خطورة رهيبة أركز في شاول أقول ما ربنا اللي قال لي، طب ما أنت كده هتبقى خدام وعبد وبتعبد عجل. والعكس الناس اللي زي أخنوخ ونوح ويوحنا العدان وبولس اللي ظهر له وشافوا بنفسهم المسيح وقادهم بنفسهم، روح الله بنفسه قادهم للطريق، ورى لهم النموذج العامل بنفسه، ورى لهم طريق الكمال، ودل الضمان اللي هو المسيح نفسه اللي بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، وأي حد تاني يقول أنا هو الطريق لازم يكون مات ومات ومات علشان نضمن إن المسيح اللي فيه هو اللي بيتكلم هو اللي بيعلم وبيعلم الروح اللي عاشها الشخص نفسه والمسيح اللي فيه. أنا لازم أبقى ضامن إن الشخص ده مات وفترة سنين طويلة عشان يبقى نموذج، حتى الكلام يبقى روح وحياة. وأي حد تاني يقول أنا هو الطريق لازم يكون مات ومات ومات علشان نضمن إن المسيح اللي فيه هو اللي بيتكلم هو اللي بيعلم وبيعلم الروح اللي عاشها الشخص نفسه والمسيح اللي فيه. أنا لازم أبقى ضامن إن الشخص ده مات وفترة سنين طويلة عشان يبقى نموذج، حتى الكلام يبقى روح وحياة. روح وحياة، لازم الروح يخرجه فترة طويلة، لازم يكون تاه فترة طويلة، لازم يكون راح مصر فترة طويلة، لازم يكون عاش الإنجيل راح مصر وتمرر سنين طويلة 30 سنة. ده اللي قرينا عنهم القديسين، عشان لو واحد عايز يركز في شخص، ده اللي قرينا عنهم تائهين في البراري. كلمة الله الروح والحياة هي نفسها بتقول لنا كده، إن ممكن نشبع مباشرة من الله زي ما أخنوخ وإيليا ويوحنا العمدان نفسه، أو نشوف شخص بس لازم يكون مات سنين طويلة شبع من الله الروح سنين طويلة، عايش الملكوت سنين طويلة، مدفون زي البذرة وميت سنين طويلة، ميت بالجسد وعايش بالروح سنين طويلة. ده المقياس الروحي فعلا للناس اللي هي عايزة تاخد فكرة عن إن لو سمعنا الحد، وخصوصا أنا مش بتكلم على أهو نسمع كلمة تعزية، لا أنا بتكلم على الناس اللي عايزة تبقى صورة الله ومثاله، اللي عايزة فعلا تبقى تلك الصورة عينها، لازم تشوف حد في صورة المسيح يكون سنين طويلة ميت ومحتقر ومرزول مدفون ترك وضع نفسه تشبه بالمسيح، فيضمن إن الكلام اللي هيقوله هو المسيح اللي فيه بعد ما نمى، لأن الإنسان ميت ومرزول وترك وترك زي العازر وأهمل ويوي، فهيسمع صوت المسيح اللي فيه، فهيبقى الكلام بتاعه روح وحياة من المسيح اللي هو عايش فيه روح وحياة.
لازم الروح يخرجه فترة طويلة، لازم يكون تاه فترة طويلة، لازم يكون راح مصر فترة طويلة، لازم يكون عاش الإنجيل، راح مصر وتمرر سنين طويلة 30 سنة. ده اللي قرينا عنهم القديسين، عشان لو واحد عايز يركز في شخص، ده اللي قرينا عنهم تائهين في البراري. كلمة الله الروح والحياة هي نفسها بتقول لنا كده، إن ممكن نشبع مباشرة من الله زي ما أخنوخ وإلي ويوحنا نعمدان نفسه، أو نشوف شخص بس لازم يكون مات سنين طويلة، شبع من الله الروح سنين طويلة، عايش الملكوت سنين طويلة، مدفون زي البذرة وميت سنين طويلة، ميت بالجسد وعايش بالروح سنين طويلة. ده المقياس الروحي فعلا للناس اللي هي عايزة تاخد فكرة عن إن لو سمعنا الحد، وخصوصا أنا مش بتكلم على أهو نسمع كلمة تعزية، لا، أنا بتكلم عن الناس اللي عايزة تبقى صورة الله ومثاله، اللي عايزة فعلا تبقى تلك الصورة عينها، لازم تشوف حد في صورة المسيح، يكون سنين طويلة ميت ومحتقر ومرزول مدفون، ترك وضع نفسه تشبه بالمسيح، فيضمن إن الكلام اللي هيقوله هو المسيح اللي فيه بعد ما نمى، لأن الإنسان ميت ومرزول وترك وترك زي العازر وأهمل ويوي، فهيسمع صوت المسيح اللي فيه، فهيبقى الكلام بتاعه روح وحياة من المسيح اللي هو عايش فيه روح وحياة. لكن طبعا هيظل الأقوى الإنسان اللي هو اتعلم من الله، زي ما مكتوب سيصير الجميع متعلمين من الله، الأقوى أو الأضمن، لكن برضو الفيصل في اختيار الله لحياة كل إنسان، اختيار ما في تلاميذ لأنبا أنطونيوس سبقوا الأنبا أنطونيوس، في تلاميذ سمعنا القديسين سبقوهم، بس اختار لهم ربنا كده يبتدوا يبقوا متلمزين. سمعنا في التاريخ يعني أخنوخ ونوح ويوحنا وبولس اللي ظهر له المسيح كانوا صورة للمسيح فعلا، قادهم روح الله. من أول أخنوخ قادهم روح الله لغاية بولس الرسول، قاد روح الله بنفسه وصار نموذج عملي لكل زمان، صورة نموذجية للمسيح من أول أخنوخ لغاية بولس الرسول، صورة نموذجية بس بتعلم الكمال كحاجة خارجية مش داخلية، لكن هيظل القيادة من الداخل. يعني حتى لو واحد يوحنا عدان وضمننا أنه هو يوحنا عدان، ضمننا أنه هو أعظم وليد النساء، هيظل هو التعليم خارجي فقط مش عمل داخلي بناء. المعلم ما يقدرش يبني أي شيء ولا يلمس أي شيء في البناء، ولا يلمس الأساس، ولا يلمس الأساس. النقطة دي جوهرية، لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر إلا الذي وضع وهو يسوع المسيح كحياة. كحياة النقطة دي بيتكلم عن الكتاب، بيتكلم عن شقين، كنموذج عملي لإنسان وصل للصورة نفسها، خلق الإنسان على صورة الله ومثاله، فجاه يسوع الإنسان ورنا صورة الله ومثاله، ده الشق الأول. ممكن يبقى في حد شبهه زي يوحنا عدان، ماشي، بس دي حالة نادرة جدا. النقطة الثانية الأهم، محدش يقدر يحط أساس كحياة إن هو قيادته، ما ينفعش حد يبقى أساس في القيادة. ده اللي عايز يضمن يبقى صورة الله ومثاله، احنا بنتكلم على مش اللي هو ندخل السماء مصدق أبونا هيساعدني أدخل السماء بأن يساعدني واحد يأنبني يغفر خطيتي، ماشي، بس هل ده الهدف؟ أنت مصدق ده أشهر الرعاة، أنت مصدق أن أبونا يدخلك السماء؟ وهل الله خلى الإنسان يدخل السماء؟ ماشي، إن كان واحد قرر يدخل السماء بس عشان ما يروحش الجحيم، أكيد ممكن أي حد يساعده من أي راعي، ما اختلفناش، بس احنا بنتكلم على منهج، أنا بتكلم عن نفسي عن منهج الله علمهولي. ايه هو الهدف؟ الطريق للهدف ازاي بقى صورة الله ومثاله. فهو بنتكلم عن نقطة المعلم، اضمن منين وايه مميزات المعلم،
وهل طول الطريق المعلم هيبقى أساس؟ لا، كلم الطلاب تقول لا، يوحنا عدن ما ينفعش يبقى أساس. النقطة دي جوهرية، في ناس اتعلقوا بحد لدرجة اني لو لمحت، انا لو لمحت على البابا كلورس، طب انا عارف انه قديس من ابتدائي وعدادي بيشوف البابا كلورس، انا بتكلم عن نفسي ومريمينا، لكن هل اساس؟ هل صح الراعي البس تاج ويبقى حد بيعمل لي قهوة؟ هو قديس عظيم فعلا، انا بقول عن نفسي، انا اول واحد وانا في ابتدائي كان بيظهر لي، لكن حتى العذراء لما شفتها في رؤى برضو بتكلم عن نفسي، كل واحد بيتكلم عن خبرته، زي ما القديس بولس بيقول لا أتجسر أن أتكلم إلا عن شيء عمله الله معي. العذراء نفسها قالت لي اوعى تركز فينا ولا أنا تركز فيا، لا تعبدني زي ما ناس عبدوني، أنا مش يعني، هي قصدها أنا مش الله، أنا مش الإله، أنا مش الطريق، هي ما قالتليش كده، هي قالت العبارة دي بس، أنت تركز فيه هو وتشوف احنا عملنا إيه وتعمل زينا. فلما المسيح بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، هيظل هو الطريق العملي اللي علمه وعاشه، وهيظل الأساس اللي هو حتى لو يوحنا عدان أنا تلمست على يده، عشان في ناس بتقول ده قديس، أيوة حتى لو يوحنا عدان تلمست على يده، ما ينفعش يبقى هو الطريق، احنا بس ممكن ناخد خبرة، لكن جه المسيح ورانا الطريق، يبقى ما خلاص انا محتاج ايه تاني غير حد يشجعني في البداية؟ امين، ياريت، ما اجمل اقدام المبشرين، ايوة ياريت، لكن حد تاني يقول انا بولس وهو او انا يوحنا العدان، انت ناس كتير اليومين دول، واضح طبعا اليومين دول انتشر ناس بتقول انا يوحنا العدان انا بولس، طب ببساطة يعني برضو يعني حتى الكلمة دي وإن كانت هي ملهاش أي علاقة، ملهاش موقع في الإعراب الروحي، يعني بولس الرسول يوحنا عدن عايشين كان إزاي؟ كانوا عايشين كما في السماء، بولس الرسول ويوحنا عدن عايشين كما في السماء. في ناس بتقول أنا يوحنا عدن الأيام دي أو بعدين، وأنا بولس الرسول أو بعدين، أنت يوحنا المعمدان، أنت بولس الرسول أولا وثانيا وثالثا. الناس دي كانت عايشة مش بالجسد، كانت صدقة، كانت صدقة إن هي عايشة مش بالجسد، كانت عايشة بالروح. لكن يجي حد مبتدئ، طفل مبتدئ يدوبك بدأ ومشي، لكن هو طالما عايش بالجسد يعني واقف مكانه، يقول أنا طب ماشي، أنت بولس الرسول، أنت يوحنا عدن، إيه اللي نعمله؟ تسمعوا لي؟ لا، ما هو أصلا مش أنت المتكلم، ده أنت عشان تتكلم بكلام الله لازم تكون مت. لكن يجي حد مبتدأ، طفل مبتدأ يدوبك بدأ ومشي، لكن هو طالما عايش بالجسد يعني واقف مكانه، يقول أنا طب ماشي، أنت بولس الرسول، أنت يوحنا عدن، إيه اللي نعمله؟ تسمعوا لي؟ لا، ما هو أصلا مش أنت المتكلم، ده أنت عشان تتكلم بكلام الله لازم تكون مت. زي ما المسيح علمني، أنا بتكلم عن التعليم، كل واحد يقول التعليم اللي المسيح علمه، ويبقى كل إنسان يروح لإلهه، كل إنسان يروح لإلهه، ده حتى الجروبات، أنا ياما قلت الناس ما ينفعش، مفروض كل واحد يتعود ويتدرب على ان الله يكون الهه في المخدع ويطلع البرية، ممكن حاجة تساعدني جروب، ممكن حاجة تساعدني ترنيمة، اجتماع، لقاء، ايوة، بس لازم يكون في برية ومش يوم ولا اتنين وبالايام. فحتى لو في واحد معلم هو يوحنا عدن هيقول اللي اختبره وبس، لكن ومع كده لازم يكون عايش بالروح مش بالجسد. لكن لو عايش بالجسد هو طفل ما نماش، طب إيه اللي هتنقلهولي؟ كلام، طب ما الدنيا كلها كلام وكليريكيات ودراسات، ومش غلط وهنكرر ومفيش حاجة غلط، بس مش روح وحياة، مش الله هو اللي بيتكلم فيك، لأنك أنت لسه ما متش. مت إزاي وانت عايش بالجسد؟ دي النقطة اللي بس أتمنى كل الناس بس تفكر فيها وتطلب من الله تعرف الحق وإيه هو الحق. واحد ما ماتش لسه عايش بالجسد.
زي ما القديس بولس قال بروح الله اللي جواه. أنا كان ممكن أقول بأخت زوجة، يعني زوجة حتى لو كأخت، حتى لو كأخت مثل صفا مثل، لكن أنا ما لخدت فلوس من حد ولا عشت لأنه لازم يبقى نموذج ولو حتى بنسبة زي المسيح اللي هو عايش كما في السماء، صورة صدقة صدقة لواحد عايش في الروح. فربنا أكد لنا لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر إلا الذي وضع، محدش يقدر يحط أساس تاني، ومحدش ينفع يبقى نموذج تاني، نموذج عملي أكتر ما هو جه المسيح بنفسه. يعني الضمان أشوف يسوع الإنسان كان عايش إزاي، سيد المسيح كان عايش إزاي، وأعرف أنه هو ده الطريق، علشان بعد كده أقرر هل أنا عايز أعيش الطريق هو بس الطريق. انظروا للعذراء، انظروا ليوحنا العدان، انظروا لنهايه سيرتهم عشان اتشجع. لكن ما ينفعش يوحنا العدان، حتى يوحنا العدان اعظم مريد النساء، نقول هو ده الطريق او حتى طريق نموذجي. هو مثال لناس عاشت الطريق. يوحنا العدان مثال لناس عاشت الطريق، لكن المسيح او ممكن يبقى صوره طبق الاصل، تلك الصوره عينها، هو وصل لتلك الصورة عينها، بيشجع، بيشجع. وأي إنسان اللي مكتوب عنهم تائهين في البراري، طبعا وشهية هي سر القديسين، لكن إيه الخطوة اللي بعدها؟ بعد ما شفت ناس كتيرة وشفت الأنبض وشفت إيلاريا اللي ثابت، كل ده شجعني. بعد كده أطلب الخطوة التانية، أطلب من الله وقيادة روح الله يبتدي يقودني، واستمر اروح اتعلم واسمع اشوف انبنطونس بيقول ايه، واستمر واسمع اشوف كل واحد اختبر ربنا قال ايه. امين. بس ابقى فاهم ان الله لازم من جوايا يعمل فيا بروحه ويحط اساسه، هو ده الاساس الوحيد، هو الاساس الوحيد. عمل الله فيا اساس وحيد، بس ابقى فاهم ان اللي هو صوره ولو حتى نسبيه من الله، زي بولس الرسول صورة نسبية، مش مهم بقى 50% 70%، المهم الصورة الصادقة زي الأنبنطونيوس لازم يكون الأساسات بتاعة المسيح هو وضعها، اللي هي ميت بالجسد. أساسات إنه ميت، إن ما كانش فيه الأساس، يعني حتى لو هيبقى طفل في الطريق لازم يبقى يكون الأساس على أساس إنه ميت بالجسد وميت بالذات. مش لازم 100%، بس في موت واضح عشان أشم أشتم ريحة المسيح، لأن هشتم كده إيه الوقتي؟ مش محتاجة كلام طبعا، هشتم ريحة الجسد. فالمعلم الحقيقي الروحاني أخرج الروح للبرية ومنقض بالروح، والمسيح مولود فيه، وفي أثر في ثمار الروح، المحبة، الوداعة، إنه حمل وديع، إنه خروف. فاحنا ممكن نقرا سير قديسين بس مش نركز في الشخص، مش نركز في عمل الله فيهم. زي ما العذراء قالت لي، انا شخصيا اشوف المسيح عمل فيا ايه، وانا قدني ازاي، وتعلم مننا واطلب منه انك تبقى زينا. لكن هيظل الله هو كلامه روحه حياه بس، والتبعيه هي لازم تبقى بقياده روح الله، ماشي الطريق، والنمو الله فيا بقياده روح الله. كل خطوة هو يبنيها. أنا مهما اتلمست عند يوحنا عدان، لازم كل خطوة يقودني فيها المسيح، وهو اللي جوايا الروح ينمو لما أنا أعيش بالروح. يعني أنا قاعد جنب يوحنا عدان، أنا قاعد جنب أنبنطونيوس، أو القديسة إيلارية شجعتني قوي، أو القديسة أناسيمون شجعوني جدا، إزاي ملوك وسابوا العرش، وقد إيه أيدوا كلمة الله، وسمعت لهم أيام، بس إيه الخطوة اللي بعد كده؟ لازم أعرف حبيبي لي وأنا له، لازم أعرف أنه هو قيادة روح الله لي. ممكن تبقى معلمة أن سيمون بصمت، زي ما راحوا الأنبا أنطونيوس وكانوا بيقولوا له كفانا النظر إليك يا أبانا أنطونيوس، أيوة، لأنه هو بيبقى مشجع، أيوة، بس أبقى فاهم الموضوع من أول لآخره. لكن في نماذج ربنا نبهنا، حذرنا منها، حذرنا من حنان وقيافة
ومن الكتبة والفريسيين، حذرنا من يهوذا، حذرنا. كان الصفة الصارخة اللي فيهم عدم الصدق، عدم الصدق لأنهم مفهومش الروح، عدم الصدق وعدم الوداعة، مفهومش الثمار الروح، مش شمين ريحة المسيح، عشان ما كانوش عايشين، ما كانوش عايشين الملكوت، ما كانوش عايشين بالروح. فإحنا مش مشتمين منهم غير العالم، ريحة العالم، ريحة الجسد، عدم الصدق. واحد ما مشيش غير خطوة أو خطوتين، فين لسه قدامه 99% لسه مشي خطوة، أنا هتعلم منه إيه؟ لكن ناس تانية، سمعنا ان في ناس في العالم في كل الطوائف بيعملوا محاكمات كمان لناس تانية، نفس الروح بتاع سطنائيل، انا 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 باباوات روما ياما سجنوا ناس، ياما دي ده ايه ده ده دي دي صورة سطنائيل، دي النقطة الخطرة، صورة حنان وقيافة اللي بيصلبوا المسيح. في ناس ربنا نبهنا منهم، يهوذا وحنان وقيافة، وبرضو المشكلة مش في حنان وقيافة ولا يهوذا ولا هارون، مع اختلاف درجات وأبعاد الجسد اللي فيهم وسلطان رئيس العالم، المشكلة في كل إنسان ما طلبش النور يعرف يفرق ده موسى ولا هارون، ده يوحنا الحبيب ولا يهوذا، ده حنان وقيافة ولا المسيح، ده عيسو ولا يعقوب، ده قايين ولا هابيل. وإن كانت دي رموز من أول قايين وهابيل وهارون وموسى، رموز الإنسان العتيق، عيسو ويعقوب جوه كل إنسان، لكن الحقيقة ورانا كمان في الرعاة صور لإنسان الجسدي، لإنسان الذات. ولابسين ملوك نفس صورة إلههم، سطنائيل ارتفع فوق كرسي عرش الله. ده في باباوات هي اللي كانت هي في انجلترا، هي ولا في بلد تانية غير انجلترا او في روما، ده هو الملك، يعني كان يعني هو لازم يبقى تاج وعليه صليب، وقصص عالمية ومعايير كلها عالمية بحتة، ملاش اي علاقة بالروح، صفر مطلق الحياة الروحية. ازاي ده يبقى راعي؟ راعي ايه؟ راعي شكلا، ماشي، زي الكتب والفرسين راعي شكلا، زي يهوذا راعي شكلا. حتى الإنسانية يصلب المسيح، حتى يعني مش حكاية خداع أو لا أدمية، لا، ياريت عدوا حدود اللا إنسانية، يعني حتى الصفة الإنسانية بتاعت أهل العالم اللي لا يعرف الله لا يعبد الله زي اليابانيين بينحنوا، عدوها يعني نزلوا عنها، يعني 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 اللي عملوه مع السيد المسيح اللي عملوا، مش هو لا رحمة، لا لا إحسان، لا مراحم زي ما، لا، يعني عملوا حاجات إن يصلبوا إلههم وسيدهم، دي عدوا حدود اللغويات، يعني بيسموها أهل العالم وقاحة، وقح، واحد يجيب سيده يصلبه، واحد يجيب إنسان بار يتهمه بالقتل، دي إيه ده؟ ده عدوا كل الحدود. دي صورة الله حنان وقيافة، والصورة المعكوسة بتاعت إبليس كان قتلا منذ البدء، صورة واحد بيقتل بالضبط. فياريت كل واحد يبقى فاهم حكمة الله منذ البدء، حكمة الله في قايين وفي هابيل، مش بس وخلاص خلق آدم ونفسه واحدة، لا، بيورينا في كل شوية، بيأكد لنا في عيسو ويعقوب، كل شوية في إنسان عتيق جوانا، وفي قايين وهابيل، ولازم أبقى فاهم. كلمة هابيل معناها بخار زائل باطل غير حقيقي، يعني واحد ده رمز للروح، حاجة مش هتطول، مش مكانها الأرض، زائل يعني بخار زائل، هابيل معناها بخار زائل وسريع الزوال. هكذا موسى وهارون زي ما احنا قلنا، صورة إنسان عتيق وصورة إنسان جديد، يعني ربنا بيورينا اللي واحد طلع يسجد لله جوانا في ناموس روحي وناموس آخر، واحد بيعمل العجل بإيده وواحد طلع يركع لله. هكذا في أيام المسيح أدق صورة، حنان وقيافة، رئيس كهنة،
هو المسيح هو رئيس الكهنة الحقيقي، وفي حنان وقيافة، وفي التلاميذ في يهوذا وفي يوحنا اللي هو كان يتكى على صدق، وكان يسوع يحبه، التلميذ اللي كان يحبه، النفس اللي هي منتمية لله الحبيب. فجوانا في يهوذا وفي يوحنا، جوانا كل النفوس دي. لكن ارجع تاني، لكن اللي اختارت معلم لازم اعرف هو من العالم، انتم لستم من هذا العالم، هو من العالم، من العالم يعني بالجسد ولسه ذاته عايشه، ونسبتها قد ايه؟ هو عايش بالجسد ولا هو؟ طب هيعلمني ايه؟ طبعا كل ما الانسان بيطلب النور بيدخل العمق بيعرف اكتر وبيبقى عنده احساس اكتر. لكن الكتاب كلمة الله بتقول اما غير المتزوج يفعل الاحسن. فكل واحد برضو يختار عايز يعيش على طول ولا مرحله معينه يعمل الحسنى ثم يعمل الاحسن، مراحل. في ناس فاكره خلاص يعني انها هي إلي النبي، هي بولس الرسول، هي يوحنا عدن، لمجرد عرف كلمه او عرف معنى او هو حفظ كلمه او ايه المعيار ده؟ معيار انه انا فمن اول الكتاب المقدس ربنا قال لنا حاجه مهمه قوي، ودي برضو من الحاجات اللي هنقعد الاصحاح الاولاني والتاني من سفر التكوين لا تنتهي، ان نسل المراه يسحق راس الحيه، راس المراه. قالوا لنا في الكنيسه ان هو بيتكلم عن المسيح، نسل المراه هو العذراء، صح؟ بس لكن هل الايه دي كتبت لنفس قديسة؟ وطبعا لازم يجيب ربنا نفس نموذجية ممتلئة نعمة نموذجية عشان يورينا صورة نموذجية، نفس نموذجية في الأمانة، نفس نموذجية في العفة، نفس نموذجية في القداسة، نفس نموذجية في الاتضاع وإنكار الذات. روحي تعالي، روحي كان أراد تخليتها سرا ما تكلمتش، ميتة بالذات، صح؟ جاب لنا صورة نموذجية، لكن مش عايز واحدة بس، مش عايز نفس واحدة بس في البشرية النموذجية، عايز برضو كذا نموذج. نسل المرأة يعني مش الإنسان اللي مولود من راجل وشهوة رجل وشهوة جسد. لما اتكلم وقلناها كتير وهنقولها لغاية يوم القيامة، لما اتكلم ومدح السيد المسيح، لما مدح يوحنا العمدان الأعظم من ولدته النساء، يعني لما مدحه وصفه بأنه مولود من النساء، عشان نفتكر في البداية أنه ما حدش يقدر يسحق الحي غير اللي مولود من النساء. يعني إيه مولود من النساء؟ نسل المرأة يعني إيه نسل المرأة؟ يعني لم يعد أبوه الجسدي أبوه اللي جاي بشهوة جسد، لم يعد أبوه الجسدي، النفوس اللي لم يعد أبوها الأرضي الجسدي هو أبوه. إحنا عدن أبوه الأرض مش هو أبوه، الله بس هو أبوه، الله بس صار هو أبوه. نسل المرأة الناس اللي هي زي المسيح، نسل المرأة هم صورة المسيح اللي جه من نسل مرأة، مش من نسل رجل، من شهوة رجل أو لا، اللي هم جم بنفس الكيفية بتاعة المسيح وتولدوا ولادة روحية زي المسيح. فهو ده يوحنا المعمدان، ده اللي ينفع يبقى معلم ليه؟ ما هو نسل مرأة، هو ده اللي بس يسحق رأس الحي ويستحق يبقى معلم، أتعلم منه وبرضه يظل صوت. دي برضه تتكتب على الحيطان وتتكتب على الهدوم وعلى العصائب، زي ما ربنا قال لموسى في العهد القديم الوصية التي أوصيك بها. ما هو من دي من بداية الوصايا، من بداية الوصايا نسل المرأة هو بس صورة المسيح اللي هو مولود مش من شهوة رجل أو رغبة رجل، لا، نسل المرأة بس. فمين اللي هو هيعلمني إزاي أسحق إبليس والشيطان والحية؟ لازم يكون شخص نسل المرأة. فمين اللي هو هيعلمني إزاي أسحق إبليس والشيطان والحية؟ لازم يكون شخص نسل المرأة. فمين اللي هو هيعلمني إزاي أسحق إبليس والشيطان والحية؟ لازم يكون شخص نسل مرأة، مولود من المولودين من النساء، واحد بي الله أبوه، علشان أسحق الحي. فصورة المسيح القدوة للي عايز يبقى صورة مسيح،
لازم يبقى واحد صورة مسيح مولود من النساء، يعني يكون مات بالجسد، يعني أبوه الجسدي مش هو أبوه، يعني مش معقول يكون عايش بالجسد وهتعملين إيه النهاردة وملوخية يأكلون ويشربون زي ما ربنا قال هيجي الطوفان والناس عايشة بالجسد. دي صورة إيه؟ برضو دي حرية شخصية إن واحد يبقى بس يشوف واحد قدوة، واحد عايش بالجسد، ده غير نرجع تاني ونقول لغاية يوم القيامة حتى لو واحد يوحنا المعمدان أعظم مولد النساء هيظل، لازم أعرف إن هيظل صوت بس ليا، لازم أعرف، لازم أدرك، لازم أستيقظ إن أعظم قديس في البشرية صوت، مش أكتر من صوت. ناس اتعلقت بناس كتير، أنا البولس وأنا لابولس، ناس كتير اتعلقت بالعذراء واللي يتكلم عن ناس كتير، ده في ناس كتير زعلوا مني أنا شخصيا، بيقولي لي بتلمح على البابا كلوروس، قلت لهم آه بلمح، وبعدين أنت آه أنا كل حاجة أنا، وأنا أشر واحد في الدنيا، وبعدين من أشكر ربنا برضه في قدرات عقلية وفي شخصية وفي عقل، ده غير إن في يعني نعمة الله وفي كل حاجة، أيوة وبعدين أنا هنفعك، انت هتنفعني، احنا بنضيع وقت والعالم انتهى، ده ايه المرار اللي احنا فيه ده، ايه المرار اللي احنا فيه ده. زي واحد بعت لي رسالة، على فكرة انت ما كنت فكرك بتاع ربنا، قلت له طب ليه يعني، قال لي عشان عرفت انك انت اشتريت 2 كيلو لب. فكلمة الله زي ما سيد المسيح قال هي روح وحياة مش وعظ، كلمة الله هي روح وحياة مش وعظ، ومش حفظ وعظ ومحفظ ترتيب وعظ أو حفظ ترتيب كلام، لا، ودراسات، وبرضه مش غلط، مفيش حاجة غلط، إشليل وقداس كله حلو، بس لما كنت طفل أنا محتاج حاجات وأنا طفل، وكطفل أتصرف ومحتاج، وفي متطلبات طفل، أيوة، ولازم أعدي على مرحلة الطفل، محتاج ترتيب ومحتاج جو روحي وكنيسة وشمعة كله بيفيد وبيانه وترنيمة، بس لازم أفهم من وأنا طفل أنا رايح الكنيسة ليه، هبني إيه، الهدف إيه، في طريق نهايته إيه، وإيش شروطه، العناوين إيه، وكل واحد برضو براحته يسأل، ما يسألش، أنا كنت بسأل من سنة وهو إيه الحكاية، هربوا ليه، المسيح جه ليه، عاش ليه، نطف النور، فتحوا صريخ، المسيح قام، مش فاهم حاجة. المسيح قام، هو ما كانش هيقوم، هو في افتراض، طب أعمل إيه الوقت، ما تعملش نفرح وناكل كبدة، ده إيه اللخبطة دي. أيوة الله خلقني ليه، عشان نطف النور في ليلة عيد القيامة ونكون ناكل واكلين فول وطعمية لمدة شهرين وبعدين ناكل كبدة، ايه اللخبطة دي، مش فاهم حاجة. هما اللي هربوا طيب في بره كانوا بياكلوا ايه؟ ابونا قال لي لا ده حاجة تاني، اللي سابوا القصر حاجة تاني، طب اللي سابت ابوها لا ده حاجة تاني. المسيح اكتشفت ان بيقول ان اردت ان تكون كده، فهمت ان في مراحل وفي ارادة وفي رغبة وفي فهم وفي نور، وحسب النور انا بختار، وحسب ما حبيت وحسب ما اقتنعت وحسب ما فهمت الموضوع كله، البناء فهمت البناء، بعد كده أختار، وأختار بعد كده النموذج اللي هو ممكن يبقى معلم، أو أختار نموذج مؤقت، أو أطلب من الله، ده لازم وهو ده الصح، لو في واحد ممكن أسمع له فهمني ربي وأكد لي، لكن الكتاب ظل من العهد القديم من أرمية لغاية عبرانيين بيقول ها أيام يقول الرب أصنع عهد جديد معكم، لا كالعهد الذي قطعته مع أبائكم حينما نقضوا عهد، لا ده في عهد لا يعلم أحد أخاه، بل سيعرفونني من كبير ومن صغير، من زمان ربنا بيقول أنا عايزكم تعرفوني وأنا هعرفكم، وفي مسحة وفي عمل، بس احنا بنتكلم عن الناس اللي هي محتاجة قدوة زي الأنبا بطرس، محتاجة قدوة، ايه شروط القدوة، بندي فكرة، صورة المعلم هي صورة المسيح نفسها، ولو حتى بأي نسبة، بس الصورة من نوعها من طبيعتها، والله محبة، صورة المسيح هي صورة المحبة. كان المسيح عايش فين من وقت ما اتولد؟ صورة المسيح نسبة منها حتى، بس هي نوعها، كان عايش فين؟ كان عايش مع مين؟ كان بيعمل ايه؟ طول الثلاثين سنة كان بيعمل ايه؟ مكتوب ايه عنه؟ صفحة واحدة بالكتير لو جمعناه، أخرجوا الروح للبرية
نزل مصر وكان يقتاد بالروح وكان ينمو في القامة والحكمة والنعمة. أدي صورة المسيح، وأي صورة معلم لازم يبقى كده. قعد كم شهر؟ لا مش كم شهر، لا ده قعد 30 سنة عشان يبدأ يقول توبوا. قد أول ده أنت القدوس، أنت الكامل. لا ما أنا ما أنا ما أنا جاي عشان أوريكم، عشان تبدأ تقول توبوا لازم تكون أنت مش أنت. عشان تبدأ تقول توبوا لازم تكون أنت مش أنت. عشان تبدأ تقول توبوا لازم تكون أنت مش أنت. عشان تبدأ بس تقول للناس توبوا قد اقترب الملك. لا هي مش كلام، مش كلام. لا أنا هكذب على نفسي ولا هكذب على الناس، وما فيش حد هينفع حد. ده بعد 30 سنة في العراء، 3 4 5 سنين ما حدش يعرف، نزلوا مصر ورجعوا تاني وملهوش أين يسند رأسه، ويقعد من غير أب وأم في الهيكل، في طفل طب ده بياكل إزاي وينام فين؟ أيام ينبغي أن أكون في مالي أبي. فصورة المسيح حتى اللي سنه 12 سنة، صورة المسيح الصبي، صورة المسيح الصبي ينبغي أن يكون في مالي أبي. يجي واحد يقول أنا يوحنا العدان، أنا بولس. طيب هل بس الصورة بتاعت الصبي؟ احنا عايزين نشوف صورة الصبي. هل بتقول ينبغي أن أكون في مالي أبي ومفيش مكان يعني نفس صورة المسيح؟ هل اتشردت سنين في مصر بقيادة روح الله واتغربت سنين 2 3 4 وانت من البداية؟ هل طردت علشان تقتل؟ هل عشت الحالة بتاعت ان حد عايز يقتلك؟ هل حسيت فعلا بالمرار او بالألم او بالصدمة او بالشدة او بالضيقة العظيمة اللي اتكتب عنها؟ هل حسيت بالضيقة العظيمة من وقت صغرك ان في حد عايز يقتلك؟ هل حسيت بالوحشة بتاعت البرية وبتاعت الغربة وبتاعت الهروب وبتاعت ان مفيش عندك فلوس وسنين طويلة؟ هل بتقول ينبغي ان اكون في مالي ابي ومفيش مكان يعني نفس صورة المسيح؟ هل اتشردت سنين في مصر بقيادة روح الله واتغربت سنين 2 3 4 وانت من البداية؟ هل طردت علشان تقتل؟ هل عشت الحالة بتاعت ان حد عايز يقتلك؟ هل حسيت فعلا بالمرار او بالألم او بالصدمة او بالشدة او بالضيقة العظيمة اللي اتكتب عنها؟ هل حسيت بالضيقة العظيمة من وقت صغرك ان في حد عايز يقتلك؟ هل حسيت بالوحشة بتاعت البرية وبتاعت الغربة وبتاعت الهروب وبتاعت ان مفيش عندك فلوس وسنين طويلة؟ هل بتقول ينبغي ان اكون في مالي ابي ومفيش مكان يعني نفس صورة المسيح؟ هل اتشردت سنين في مصر بقيادة روح الله واتغربت سنين 2 3 4 وانت من البداية؟ هل طردت علشان تقتل؟ هل عشت الحالة بتاعت ان حد عايز يقتلك؟ هل حسيت فعلا بالمرار او بالألم او بالصدمة او بالشدة او بالضيقة العظيمة اللي اتكتب عنها؟ هل حسيت بالضيقة العظيمة من وقت صغرك ان في حد عايز يقتلك؟ هل حسيت بالوحشة بتاعت البرية وبتاعت الغربة وبتاعت الهروب وبتاعت ان مفيش عندك فلوس وسنين طويلة؟ ده لما كان سنه 12 سنة كان عبر باختبار ممكن يكون شيوخ ما عبروش بيها. سنين ماليش مكان، سنين مطارد، سنين حد عايز يقتلني. ما حدش يقدر يشعر بالشعور ده غير اللي عاشه. حد عايز يقتلني، شعور ان انا ميت كل لحظة، انه مات كل النهار. هي دي حتى هو سنك 12 سنة، حتى لو انت صبي. هل حسيت بشعور انك تمات كل النهار نفسيا ومعنويا؟ مش حد بيعمل لي ملوخيه وبيدلك في رجلي وجبت له الشاي ايه ده؟ حد عايش بالجسد بكل المعنويات عكس على طول الخط كومبليتلي بتاع المسيح؟ سنين ماليش مكان، سنين مطارد، سنين حد عايز يقتلني. ما حدش يقدر يشعر بالشعور ده غير اللي عاشه. حد عايز يقتلني، شعور ان انا
أنا ميت كل لحظة، أنه مات كل النهار، هي دي. حتى هو سنك 12 سنة، حتى لو أنت صبي، هل حسيت بشعور أنك تمات كل النهار نفسيا ومعنويا؟ مش حد بيعمل لي ملوخية وبيدلك في رجلي وجبت له الشاي، ايه ده؟ حد عايش بالجسد بكل المعنويات عكس على طول الخط كومبليتلي بتاع المسيح. ورانا ربنا صورة المسيح، ورانا صورة المعلم. لا، الله هينفع الناس زي أهل سدوم وعمورة اللي مرضوش يسمعوا له؟ لا، هو هينفع الناس زي الفرسين والكتبة اللي حتى مرضوش يسمعوا له، ولا يوحنا الحدان هينفع. مفيش حد هينفع، حتى الله نفسه مينفعش يناقض عدالته. الله جه بنفسه، الله قال كل حاجة، عاش، ورانا صورة المعلم في نفسه، وأشار على ناس زي يوحنا الحدان، ورانا كمان عايش زي يوحنا المعمدان، شبه مش لابس هدوم، منطقة جلد على حقويه، شوية عسل، حاجة مجرد وبرضه اتاخد ظلما وتشرد ظلما واتقتل ظلما. ده الصورة اللي تنفع تبقى صورة المسيح، وبرضه صورة إنسان كامل غير المسيح هتبقى من بره صوت فقط مش أكتر. يا رب تبقى وضحت صورة المعلم يبقى إزاي، يا رب تبقى وضحت الصورة من أولها لآخرها. احنا بتكلم عن صورة الصبي، لكن المسيح بعد كده اللي عايز يبقى صورة مكتملة للمسيح، أنا بتكلم على صورة صبي يعني ريحة منه. لا، المسيح بعد كده أقولك على خشبة وملعون من أقولك على خشبة وصورة واحد ملعون منذ طفولته، مطارد شرين لغاية لما كبر ملعون ومحتقر ومرزول وملهوش أي ناس ومفيش نفسية ومفيش أي شيء مريح في الحياة. هي دي صورة واحد مش من هذا العالم. المسيح قال لتلاميذه أنتم مش من هذا العالم، وعشان يبقى واحد تلميذ قدوة واعظ حقيقي يتكلم لازم يبقى مش من هذا العالم. وسنين طويلة اللي هي الفترة اللي يتولد فيها المسيح وينمو ويبقى قدوة، وبرضه هيظل حتى أقوى قدوة زي يوحنا العدان، صوت مش مجرد صوت، لكن الطريق بس هو المسيح اللي بيقول ما حدش يقدر يضع أساس آخر غيري أنا، غير الذي وضع هو يسوع المسيح. أنا بس الطريق، أنا هو الطريق والحق والحياة، ما حدش يقدر يأتي إلى الآب إلا بي، وما حدش يقدر يأتي إلي إن لم يكتذبه الآب، وسيصير الجميع متعلمين من أقدس واحد زي العذراء ويوحنا العدان. لا، سيصير الجميع التعليم الحقيقي، سيصير الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. صلوا لي. لما شاهد ربنا عن يوحنا عدن كان ليه كام سنة ماشي في الطريق، وإيه النوعية الجاد والعمق اللي كان عايشها؟ مينفعش واحد هو بالجسد يعلم الملكوت، مينفعش واحد بالجسد عايش يعلم حياة الملكوت. هيعلمني إيه؟ هينقل لي إيه؟ لما جه ملاك يجي للعذراء أو لزكريا بينقل لي إيه؟ بشارة من مين؟ من الوسط ومن الحياة ومن الدنيا اللي هو جاي منها، جاي يعلم الشيء اللي هو من إلهه اللي هو موجود في حضرته، فيبقى كلام مضمون أنه جاي من الله اللي هو موجود في الوسط بتاعه وفي حضرته، وهو من طبيعته الروحية في المكان بتاعه. بس كان فعلا ماته بنسبة كبيرة قوي، والذات ماتت، فيبقى ضمان ان اللي هيقوله ده من الله مش من ذاته. لكن غير كده ما ينفعش انسان نقول عليه معلم، لانه طفل ولسه طفل. طالما هو طفل، طفل بيتصرف. فازاي هيعلم انجيل وهو في بداية حياته هو طفل؟ هيعلم اللي هو اللي بدأ الحياة اللي بدأها. وأي حد تاني يقول أنا هو الطريق، ده لازم يكون مات ومات ومات، علشان نضمن إن المسيح اللي فيه هو اللي بيتكلم، هو اللي بيعلم، وبيعلم الروح اللي عشقة الشخص نفسه والمسيح اللي فيه. أنا لازم أبقى ضامن إن الشخص ده مات وفترة سنين طويلة، عشان يبقى نموذج، حتى الكلام يبقى روح وحياة. لازم الروح يخرجه فترة طويلة،
لازم يكون تاه فترة طويلة، لازم يكون راح مصر فترة طويلة، لازم يكون عاش الإنجيل، راح مصر وتمرر سنين طويلة 30 سنة. ده اللي قرينا عنهم القديسين، عشان لو واحد عايز يركز في شخص، ده اللي قرينا عنهم تائهين في البراري. كلمة الله الروح والحياة هي نفسها بتقول لنا كده، إن ممكن نشبع مباشرة من الله زي ما أخنوخ وإلي ويوحنا نعمدان نفسه، أو نشوف شخص بس لازم يكون مات سنين طويلة، شبع من الله الروح سنين طويلة، عايش الملكوت سنين طويلة، مدفون زي البذرة وميت سنين طويلة، ميت بالجسد وعايش بالروح سنين طويلة. ده المقياس الروحي فعلا للناس اللي هي عايزة تاخد فكرة عن إن لو سمعنا الحد، وخصوصا أنا مش بتكلم على أهو نسمع كلمة تعزية، لا أنا بتكلم على الناس اللي عايزة تبقى صورة الله ومثاله، اللي عايزة فعلا تبقى تلك الصورة عينها، لازم تشوف حد في صورة المسيح يكون سنين طويلة ميت ومحتقر ومرزول مدفون، ترك وضع نفسه تشبه بالمسيح، فيضمن إن الكلام اللي هيقوله هو المسيح اللي فيه بعد ما نمى، لأن الإنسان ميت ومرزول وترك وترك زي العازر وأهمل ويوي، فهيسمع صوت المسيح اللي فيه، فهيبقى الكلام بتاعه روح وحياة من المسيح اللي هو عايش فيه روح وحياة. لكن يجي حد مبتدأ، طفل مبتدأ يدوبك بدأ ومشي، لكن هو طالما عايش بالجسد يعني واقف مكانه، يقول أنا طب ماشي، أنت بولس الرسول، أنت يوحنا عدام، إيه اللي نعمله؟ تسمعوا لي؟ لا، ما هو أصلا مش أنت المتكلم، ده أنت عشان تتكلم بكلام الله لازم تكون مت. هل بتقول ينبغي أن أكون في مال أبي ومفيش مكان يعني نفس صورة المسيح؟ هل اتشردت سنين في مصر بقيادة روح الله وتغربت سنين سنتين ثلاثة أربعة وانت من البداية؟ هل طردت علشان تقتل؟ هل عشت الحالة بتاعت ان حد عايز يقتلك؟ هل حسيت فعلا بالمرار او بالألم او بالصدمة او بالشدة او بالضيقة العظيمة اللي اتكتب عنها؟ هل حسيت بالضيقة العظيمة من وقت صغرك ان في حد عايز يقتلك؟ هل حسيت بالوحشة بتاعت البرية وبتاعت الغربة وبتاعت الهروب وبتاعت ان مفيش عندك فلوس وسنين طويلة؟ سنين ماليش مكان، سنين مطارد، سنين حد عايز يقتلني. ما حدش يقدر يشعر بالشعور ده غير اللي عاشه. حد عايز يقتلني، شعور ان انا ميت كل لحظة، انه مات كل النهار، هي دي. حتى هو سنك 12 سنة، حتى لو انت صبي، هل حسيت بشعور انك تمات كل النهار نفسيا ومعنويا؟ مش حد بيعمل لي ملوخيه وبيدلك في رجلي وجبت له الشاي ايه ده؟ حد عايش بالجسد بكل المعنويات عكس على طول الخط كومبليتلي بتاع المسيح؟ وسيصير الجميع متعلمين من أقدس واحد زي العذراء ويوحنا عدان. لا، سيصير الجميع التعليم الحقيقي، سيصير الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. صلوا لي. فمين اللي هو هيعلمني إزاي أسحق إبليس والشيطان والحية؟ لازم يكون شخص نسل مرأة. عشان تبدأ تقول توبوا لازم تكون أنت مش أنت. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟